السلام عليكم، تحياتي إلى متتبعي قناة من داخل وخارج الوطن. عنا البسس، مكونات هذا نص كاس فارينة، ونعبر به 3 سميد متوسط، نضع الفارينة، 1 2 التالت. رشة الملح والسكر. هذا الكاس نعبر به السمن، ناقص صبر زيت. غادي نبسوها مليح ونرشوها بالماء، الماء عادي، ونشكلوها بهذا الطابع تاع الورقة. هاهي بواسطة الملعقة نبسوه كيما هاك، وصفة خفيفة سهلة، الخف توجد. نذوق الملح اللي خصنا نزيدو، نرشو بالماء، الماء نرشو تدريجيا، كل خطوة نرشو شوية. هاد العجينة ترتاح ربع ساعة من بعد نقلوها. كل خطوة نرشوها شوية، نرشوها دروك ونخليها ترتاح، من بعد ثاني نعاود نرشوها باش هذاك السميد ينتفخ، ينتفخ بالماء. ما ندير له كان خميرة الحلويات لا والو. هذه كي نشكلوها نخلوها ترتاح، ما نرقوهاش بزاف. ها هو عدد الحبات اللي تحصلت عليهم، نبسس مقلي في الزيت على شكل الورقة هذه بمقادير مضبوطة. العسل اختياري. قد مرتاح، النتيجة رائعة. من بعد نقليه في الزيت.